لذلك نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات تؤدي إلى الوقف الدائم للعداءات. في أقل تقدير يجب أن نعمل على قيام هدنة تسمح بخلق ممرات آمنة تسمح للمواطنين بأنهم يقضوا حاجاتهم في الدواء والعلاج والمستلزمات المعيشة من غذاء إلى آخره إلى آخره. أدعو لرفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني، ولذلك ندعو المجتمع الدولي يمارس الدور إيجابي لدعم عودة الحوار السياسي، وأيضا أكرر الدعوة لقيادة الجيش وقيادة الدعم السريع للجلوس فورا في مفاوضات تؤدي لمعالجة وحلحلة الخلافات التي أدت لهذا الوضع.